ممثل المصري احمد وفيق. احمد اهلا بيك. اهلا بيك، نورت الاستوديو. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، كل الاستوديو بخير ان شاء الله. داخلين على العيد بكره ان شاء الله. عندك طقوس معينه في العيد؟ يعني تحب تقضي العيد باي طريقه، مع الاهل، مع اصحابك، تخرج بالبيت؟ لا، السنه دي مختلفه، انا بقضيها في دبي وبعيد عن الاهل. لوحدك؟ يعني لا، لي اصدقاء هنا ولي اقارب بيعيشوا عايشين في دبي، اولاد عمام واولاد عمات، فان شاء الله بقضي معهم العيد. بس في العاده، اجواء العيد تكون في العاده بنتقل. انا مقيم في القاهره، بس في العيد صلاه العيد لازم اصليها في القريه اللي انا بنتمي ليها، وبعيد على اهلي القريه، واللي هم يعتبر معظمهم اهلي يعني. وبعد كده بنتقل للمدينه في نفس اليوم، لان المدينه بتبتعد 5 دقائق عن القريه المعايده على بقيه اقارب يعني. بس اهم طقس هو صلاه العيد في القريه يعني. امتى نقلت من القريه ورحت سكنت في مصر؟ يعني لما ابتديت تعمل كممثل ونقلت؟ بعد انتهاء بعد انتهاء من الدراسه الجامعيه، انا خريج اداره اعمال، انتقلت للقاهره عشان اقدم في معهد فنون مسرحيه او واقابل اتعامل مع الفنانين الكبار اللي اتعلم منهم يعني. فده كانت بدايه ان انتقل يعني. بدايتك كانت مع المسرح؟ يعني عملت كذا مسرحيه، ومسرحيه ناجحه يعني، ومع النجم الكبير محمد صبحي. وينك انت من المسرح يعني؟ حتى المسرح تقريبا مش موجود حاليا، بس انت من فتره ابتعدت. لا، انا ابتعدت مع ابتعاد المسرح يعني. المسرح اول ما بدا يقل نشاطه، لان انا اخر موسمين للمسرح المصري كنت انا مشارك بمسرحيه بطولتي انا والفنانه وفاء عامر، وكنت بقدم فيها اللون الكوميدي، كانت عوده ليا للكوميديا. كان مسرحيه اسمها نساء السعاده، كانت بتتكلم عن حكم الستات للعالم يعني. ولقيت نجاح كبير جدا، ولكن بعدها كان بدا المسرح الاهتمام بيه قليل، اعقبه قيام الثوره، فمعظم النشاطات الفنيه بقت اقل مما قبل يعني، بما فيهم المسرح. طب احمد، من بعيد عن المسرح، كان عندك تجربه في السينما يعني؟ اول ما بديت الراحل يوسف شاهين اعطاك فرصه العمر يعني، فرصه بطوله امام لطيفه تونسيه بالفيلم سكوت حنصور، من بعدها اختفيت يعني. كانت فرصه لك انه تطلع وتعمل افلام غيرها، وتعمل بطولات في افلام يعني في السينما، ليش ابتعدت؟ انا قررت الاعتزال، اللي هي قناعات يعني. انا قناعاتي كانت ان حسيت ان انا مش عارف اتجاوب مع الجو الفني. بس هذا يرجع لان انا كنت اوكي موهوب، ولكن كشخصيه كنت ضعيف شخصيا يعني، هش. المدينه بالنسبه لي كانت شيء صعب، خصوصا ان انا بدات خدت خطوات سريعه في بدايه وصولي للقاهره. ابتعدت لعدم القدره على التعايش. وبعد فتره ايقنت ان انا مش ما اقدرش اعيش من غير ان اكون ممثل، فقعدت تاني للطائرة. طب امتى مرة ثانية حسيت انك حابب تكون ممثل مرة ثانية وترجع للأجواء؟ لأن أنا كنت رجعت للهواية الأساسية، الفن التشكيلي، ولكن حسيت إن أنا مش مرضية كل طاقتي أو غروري. حسيت إن أنا تواجدت إن أقوى وسيلة تعبير عندي هي التمثيل، أقوى من وهي أكثر وسيلة للوصول عند الناس. فقررت العودة تاني، وعدت للقاهرة. في الاعتزال رحت المنصورة، بعد كده عدت على القاهرة، وقررت الابتداء من اول وجديد خالص، كان انا عمري ما اشتغلت. وكان الحظ موفق يعني، وربنا وفقني. بدات اول مسلسل كان بطوله، وكان اول مسلسل لزميلتي الفنانه جمانة مراد، كنا اول مسلسل لنا مع بعض في مصر. لقى نجاح كويس، وبعدها تولت الادوار بقى. من بعدها جاك فرصة كبيرة اللي هو مسلسل أهل كايرو. كان عنده متابعة خيالية صراحة بكل العالم العربي، مش بس بمصر. كيف تقيم هاي التجربة؟ لأن يعني كان مسلسل مختلف عن باقي المسلسلات اللي تعرض، كصورة وكإخراج وكفكرة. هو المسلسل قام على مواهب يعني بداية من المخرج محمد علي، وهو مخرج مؤثر وصاحب شخصية طاغية، وكان أحد مساعدين يوسف شاهين في فيلم سكوت حنصور، عشان كده في علاقة. يتصدر المشهد في المسلسل أحد الموهوبين المهمين زي خالد الصاوي، وأنا وخالد الصاوي بينا كيمياء رائعة. إحنا الاثنين بنحب نتعاون مع بعض، حتى عملنا بعد كده مسلسل تاني. الموضوع جريء، بيتناوله صحفي مشهور في مصر هو بلال فضل. عنده الحس، تشعر انه قاعد على الرصيف بيكتب، مش قاعد على مكتب مشاهد من بعيد. حتى قسم من الناس قالوا انه ممكن هاي الشخصيات تكون شخصيات حقيقيه، بالفعل فلان يكون فلان بالحقيقه يعني. بالفعل، وكمان توافق يعني، الظروف كلها تجمعت يعني. حتى اغنيه التتر
كانت للفنان الرائع حسين الجسمي. كانت موجوده في كل الشوارع وفي كل النوادي، حتى في الديسكوهات بتتذاع. ف يعني كان ممكن تقولي توفيق وتوافر امكانيات من الفنانين. هو حتى المسلسل كان مختلف بكل شيء، يعني بالقصه وبالتصوير وحتى طريقه الاخراج كان مختلف عن باقي المسلسل، ما كنا شايفين هذا المسلسل قبل. فجاه شفناك في الركين دور مختلف تماما، يعني شرير وشخصيه ما تشبهك يعني في الادوار اللي عملتها سابقا. شو اللي خلاك تختار هذه الدور؟ لكي اختلف. الفنان اذا فقد يعني فقد القدره على انه يدهش او انه يصدم يكاد يكون في طريقه الى الانتهاء والضمور. ما خفت من معجبينك يعني ممكن هناك حسابات الممثل اللي بيكون عنده حسابات انه لابد انه لا يتحطش في نمط، لانك تحط نمط تتحول الى موظف ويبقى هيبقى كل الجمهور اول ما يشوفك مسلسل هيبقى عارف انت هتقدم ايه. فكانت الفكره ان انت قدمت خلاص اصبحت الممثل الرومانسي والرومانتيك لمده سنتين، انت اللي بتقدم الرومانسيه في الدراما المصريه. فكان واجب انك تعمل وقفه مع نفسك، انك تعمل صدمه للجمهور. والحمد لله برضو طلعت المعجبين من منطقه ان انت برضو شرير بس جان، ليك معجبات داخل المسلسل من السيدات او من الفتيات. كل ده بيعمل توليفه ما عند الجمهور انه ممكن يكرهك ولكن يظل اعجابه بيك. في نفس الوقت فكره انك تعمل التضاد بيخلق عند المشاهد او عند الوسط الفني كمان فكره ان انت ممثل عندك قدرات خاصه، ان انت تقدر تنقل من دور لدور. فانا شايف ان الحمد لله انا شايف ان انا استفدت كثير من انا اكيد يعني. وبالعكس في كثير ممثلين يبقون بنفس النمط وصعب يخرجون من عنده، يعني صعب يتحولون من كاركتر لكاركتر ثاني لان الناس حبوه بنمط معين، فيصير يستصعبون يحولون لشخصيه ثانيه. بس انت غيرت من جلدك بكل المعاني بهذا المسلسل. سينما تحضر لفيلم اظن من اخراج احمد عاطف اللي هو قبل الربيع. قبل الربيع انتهينا فعلا من تصوير، ومش باقي غير بعد تسجيل الاصوات للمكساج، لان كان في مشاهد بتصور في وسط مفرقعات وبناء. ايه فكره الفيلم؟ الفيلم هو بيرصد ولا ينحاز، بيرصد فتره ما قبل قيام الثوره المصريه، لا ينحاز لاحد، هو بيقدم كل طوائف الشباب اللي كانوا ممكن نقول عليهم مناضلين او مدونين، راح نرصدهم من خلال بس في افلام كثيره طلعت على الثوره وعلى 25 يعني على هذه الفتره. شو المختلف بهذا الفيلم؟ المختلف ان احنا يعني الفيلم ينتهي عند وصول الفيلم الى التحرير، يعني بينتهي الفيلم قبل التنحي او قبل مجرد اتجاه الناس الى التحرير فقط، هنا ينتهي الفيلم. ودورك راح يكون؟ دور هو المدون الاساسي، وله مريدين وتلاميذ علمهم فكره الثوره وفكره التحدي والتمرد، وداخله بيمثل اكثر من شخصيه حقيقيه داخل الثوره المصريه، واهمهم احمد حرار اللي فقد عينيه، لان يعني الفيلم بينتهي بفقد العينين للشخصيه. امتى راح نشوف الفيلم؟ امتى راح ينعرض؟ هو ان شاء الله راح يبتدي، يعني هو بعد ما ينتهي هيتعرض في مهرجان سان فرانسيسكو مهرجان جنوب افريقيا، بعد انتهائهم بيتعرض في مصر ان شاء الله. غير هذا الفيلم حابه اتوقف عن مسلسل في غمضتين، يعني انه هذا مسلسل كان مختلف وما انعرض في رمضان. هل عدم عرضه في رمضان هل من صالح المسلسل؟ بالتأكيد. هل خلق له يعني مثل موسم جديد لعرض المسلسلات غير موسم رمضان؟ انا من زمان وانا كنت بنادي واقول، كنت حتى بطالب اساتذتنا الكبار يعني استاذ يحيى الفخراني ورشيد، كنت اقول يا رب دول يعملوا مسلسلات خارج رمضان لان الجمهور كده كده هيحبهم هيتفرج عليهم. وجت المصادفه ان اول عمل للنجمه انغام وهي محبوبه جدا، ونجمه برضه في الدراما زي داليا، كنت سعيد بالتعاون معاهم. وجودهم خارج رمضان خلى المسلسل اللي الناس تشوفه، وجوه عرضه في قناه مهمه، الموضوع جديد، خلى الناس تحب تتفرج عليه، خصوصا هو الموضوع رومانسي وعاطفي وفي اجتماعي يعني. سؤال اخير على السريع، امنياتك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني؟ على الصعيد الشخصي ان انا افضل ان انا الناس تحبني، وافضل كده يعني ما اقلش حب الناس ليا. على الصعيد ان اشوف الوطن العربي كله بخير ومصر تستقر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، وكل سنه وانت طيب. أجين. وانت طيبه. ونشوفك مره ثانيه، كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.